السلام عليكم، ازيكم الشباب عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله كده هشرح لكم السكشن بتاع الكونكريت جردر بريدج ديزاين اوف ديك سلاب. الموضوع ده او الكباد الخرسانيه تنقسم لموضوعين. الموضوع الاولاني تصميم البلاطات الخرسانيه، ثم الموضوع الثاني تصميم الكمرات اللي هي شايله البلاطه. فانا بالنسبه لي دلوقتي في بعض الاسامبشن كده الدكتور اتكلم معاكم فيها في الاول كده، فحابب ان انا بس اقول لكم ايه اكتر الحاجات دي اللي انت بتبقى واخد بالك منها. فالكلام ده دلوقتي الدكتور بالنسبه للطيب نفسه، النوع بتاع الكوبري، الكباد ليها انواع كتير زي ما الدكتور شرحها لك هنا، تمام. انا حابب بس دلوقتي ان انا اتكلم معاك في الدايمنشنز اللي الدكتور قال لك تفترضها، عشان لو في حاجه جات لك وانت ما مثلا ما كنتش مش موجوده معاك، فانت لازم تفترضها افتراض منطقي. طيب، فانا النوع اللي انا هشتغل عليه حاجه اسمها الجيردر بريدج، تمام، كوبري وذ جيردرز. فانا بالنسبه لي دلوقتي في كاميرات مين جيردر وفي كاميرات اكس جيردر، مفيش سترينجر زي الكوبري الستيل. هنا بالنسبه لي الكاميرات اللي هي المين جيردر دي او الانترنال مين جيردر دي هتعامل معامله السترينجر. يبقى انا عند الكوبري دلوقتي يعتبر بلاطه من فوق، ثم تحتيه مجموعه كاميرات، مجموعه كاميرات عرضيه هي اللي بتاخد حمل البلاطه، تمام، وتشيله وتنزله للسبورت اللي عليها اللي هو المين جيردر. يبقى انا عندي الحمل طريقه انتقاله ينتقل من البلاطه، ثم بعد كده الاكس جيردر، ثم المين جيردر. بعد المين جيردر الحمل يروح في المين جيردرز اللي موجوده وينزل على البيرنج او السبورتات الكبيره اللي عندي، تمام، او الاباطمنت بتاع الكوبري. طيب، فانا بالنسبه لي دلوقتي الكوبري بالتقسيمه دي بالظبط، المسافات اللي كانت في الكوبري الستيل اللي اسمها الاي اللي هي السبيسنج بتوين سترينجر، هنا دي تعتبر السبيسنج بتوين الانترنال مين جيردر. المسافه دي تتراوح من 2 ل 3 متر. يبقى انا عندي البلاطه نفسها، البلاطه دي اللي هي المسافه من هنا لغايه هنا، المسافه دي مثلا اللي هي دي المسافه دي، المسافه دي تتراوح الطول العرض بتاعها بيكون من 2 ل 3 متر، ما يقلش ما يزيدش عن كده، ما يزيدش عن 3 متر. فالمسافه اللي هي عندي دي بتكون من 2 ل 3 متر. البلاطه نفسها دي اللي هنا، البلاطه دي سمكها بيتراوح من 20 سم ل 30 سم. الدكتور ما ادهولكش، تفترضوا الافريج هنا في النص 25 سم. طيب، دايما ببتدي بتسليح هنا عندي لما اجي اطلع الاريا ستيل في الاخر، وابتدي اخش الجدول واشوف انا هسلح كام. المفروض انا ابتدي ب 5 فاي 10 كشغلي في البلاطات العاديه السوليد سلاب. هنا الدكتور قال لك لا، انت شغلك دايما المينيموم ستيل عندك هيكون 6 فاي 10 في المتر، وما تزودش عن 14 سيخ في المتر الواحد، يعني ما تزودش عن 14 فاي كذا، تمام. دايما الرتبه بتاعت الاسمنت اللي انا اشتغل بيه او الخرسانه اللي انا اشتغل بيها لازم تكون اقل حاجه 350 فيما فوق. ده بالنسبه للبلاطه نفسها او الديك سلاب. بالنسبه للاسامبشن او الامبيريكال دايمنشن بتاعت الاكس جيردر، بالنسبه للاكس جيردر قال لك دلوقتي ان الاكس جيردر ديبس العمق بتاع الكاميرا الاكس جيردر بتتراوح من ثلثين لثلاث ارباع العمق بتاع الكاميرا المين جيردر. طيب، انا الكاميرا المين جيردر، انا عندي دلوقتي المين جيردر مثلا بتكون بالشكل ده كده، والكاميرا الاكس جيردر بتكون بالشكل ده كده، بتكون كاميرا عرضيه الاتجاه العرضي. فانا عندي المسافه من هنا لغايه تحت العمق ده اسمه مين، اللي هو المسافه من اول وش البلاطه لغايه الاخر، ده اسمه التي او الدبس بتاع المين جيردر. طب العمق ده قد ايه؟ قال لك العمق ده بتجيبه عن طريق طول المين جيردر على 12 او طولها على 16 على حسب الاستاتيكال سيستم بتاع الكاميرا نفسها، سيمبل او كونتينوس، تمام. فانا بفترض دلوقتي ال اللي عندي من 12 ل 16 وباخد رقم بتوين الارقام اللي هتطلع لي. طيب، عرفت دلوقتي الدبس بتاع الكاميرا المين جيردر، هطلع منها الدبس بتاع الكاميرا الاكس جيردر اللي هيكون ثلثين العمق ده او ثلاث ارباع العمق ده، تمام. طيب، ده كده حاجات بسيطه بس لازم تبقى انت مخلي بالك منها. بالنسبه لنا دلوقتي ناخد مثال كده اللي احنا هنشرح بيه موضوعنا النهارده. المثال ده عباره عن اربع كاميرات مين جيردر، الكاميرا الخارجيه اسمها جي 2،
الكاميرا الانترنال اسمها جي 1، المفروض دول اللي انا اصممهم. يعني المفروض دلوقتي انا مطلوب من المساله دي، مطلوب مني اربع حاجات خمس حاجات. الحاجه الاولانيه ان انا دلوقتي اعمل ديزاين للسلاب، اصمم البلاطه واسلحها. تاني حاجه المفروض مطلوب مني ان انا ارسم انفلونس لاين للمين جيردر رقم واحد ورقم اتنين، تمام. تالت حاجه المفروض دلوقتي ان انا اطلع الستريننج اكشن اللي هو المومنت والشير للكاميرا الانترنال اللي هي جي 2 جي 1. يبقى المفروض الكاميرا جي 1 اللي هي الانترنال مين جيردر هي دي الكريتيكال، المفروض دي اطلع لها المومنت والشير. بعد ما احسبهم ابتدي اخد المومنت والشير دول وابتدي اصمم الجيردر رقم واحد، تمام، واعمل تشيك عليها في حاله الشير. وبعد كده اطمن اذا كانت الكائنات اللي موجوده في الكاميرا هل هتقدر تشيل الاحمال ولا لا. ومطلوب رقم خمسة ان انا ارسم ديتيلينج للحديد اللي موجود في البلاطه وفي الجيردر رقم واحد. طيب مديني هنا بلان ومديني كروس سكشن اليفيشن عندي للكوبري اللي موجود عندك، وبيقول لك الكاميرا اللي في النص دي اللي هي اسمها كاميرا 2 كاميرا 1، والكاميرا الخارجيه اسمها جي 2، تمام. الباكيات اللي عندك المسافه ما بين كل السنتر لاين للسنتر لاين بتاع الاكس جيردر بتاع المين جيردر معلش دي بتبقى ب 3 متر. يبقى المسافه هنا 3 3 3 عرض البلاطه 3 متر وطول البلاطه 6.5. يبقى انا هنا عندي بلاطه بالشكل ده كده، البلاطه دي طولها هنا 3 متر جبتها من البعد ده، المسافه ما بين الانترنال مين جيردر والاكسترنال مين جيردر. والطول بتاع الطول بتاع البلاطه اللي هو المسافه اللي بتوين الكاميرا الاكس جيردر والكاميرا الاكس جيردر اللي هي كام؟ اللي هي 6.5، تمام. طيب ايه المعطيات اللي هو مديهاني؟ هو مديني دلوقتي هنا قيمه الاف سي يو اجهاد الخرسانه 40، تمام. الاف فيلد 360 نيوتن لكل ملي متر مربع، مفيش سايد ووك. انا عندي السبيسنج بتوين العرض بتاع الكاميرا الاكس جيردر الكاميرات العرضيه العرض بتاعها البي بتاعتها ب 30 ملي ب 30 سنتي او 300 ملي. الكاميرا المين جيردر البي بتاعتها باخدها انا نص متر، تمام. طيب او على حسب الدكتور ما هيديها لك. انا في المساله دي هاخدها 40 سنتي معلش 40 سنتي اللي هي 400 ملي. طيب نبص كده دلوقتي بالنسبه لنا اول خطوات اللي احنا نشتغل عليه. انا اول حاجه دلوقتي هعملها ان انا دلوقتي عايز اطلع المومنت نتيجه الديد لود والمومنت نتيجه اللايف لود اللي جاي على البلاطه. يبقى اول حاجه دلوقتي هصممها، هاخد البلاطه واصممها. بعد ما هطلع التسليح بتاع البلاطه هبتدي هرسم التسليح بتاع البلاطه، ثم ابتدي اطلع اخد الكاميرا، الكاميرا دي ارسم لها الانفلونس لاين، اطلع الاحمال المومنت والشير اللي جاي على الكاميرا اللي هي جي 1. وبعد ما احسبهم ابتدي اصمم الكاميرا جي 1 وارسم الحديد على الكاميرا جي 1 واعمل تشيك على الكائنات اللي موجوده. طيب بالنسبه لي دلوقتي البلاطه شايله ايه؟ شايله احمال ديد لود ولايف لود. طيب الاحمال اللي موجوده دي انا هاخد اول حاجه الاحمال الديد لود واطلع المومنت اللي عليها اللي جاي نتيجه الديد لود، ونفس الكلام اللايف لود اطلع المومنت اللي جاي نتيجه اللايف لود. طيب بالنسبه لنا احنا الديد لود دلوقتي عباره عن انا عندي بلاطه، البلاطه دي سوليد سلاب، البلاطه دي محتاج ان انا دلوقتي احلها بطريقتين. الطريقه الاولانيه ان انا بشتغل بطريقه اسمها طريقه البي جايد ميثود. دي طريقه كيرفات بالشكل ده كده، تمام. الكيرف ده انا بطلع منه ام 1 وام 2، وعن طريق الامات دي بخش اكويشن معينه وبطلع منها قيمه الام في المومنت في اتجاه الشورت والمومنت في اتجاه اللونج. او الطريقه الثانيه ان انا اصمم باستخدام كيرشوف او الجداول بتاع الكيرشوف اللي انت خدتها في خرسانه واحد خرسانه اثنين معلش، وبعد كده تطلع المومنت اللي جاي نتيجه ستريب في اتجاه الاكس وستريب في اتجاه الواي. طيب نشتغل احنا دلوقتي بالنسبه للشورتات او بالطريقه اللي الدكتور عايزها. الطريقه دي عشان احل بيها تمام او اعوض بيها لازم اطلع من الشورت ده ام 1 وام 2. هستخدم الام 1 وام 2 في المعادلات دي،
طب نبص للمعادله، انا عشان اطلع المومنت في اتجاه الشورت وفي اتجاه اللونج، تمام؟ ببص على المعادله، المعادله بتقول لي الدبليو اللي هو اللود، الحمل اللي عندي اليونيفورم لود، مضروب في الام في اتجاه الشورت زائد 15% الام في اتجاه اللونج. نفس الكلام بالنسبه المومنت في اتجاه اللونج دايركشن. طيب عشان اطلع الكلام ده محتاج اعرف اللود او اليونيفورم لود. اليونيفورم لود دلوقتي، تمام، اللي جاي على البلاطه، انا عندي البلاطه شايله الاسفلت وشايله الوزن بتاعها. طيب فانا بالنسبه لي البلاطه دي سمكها هفترض ان هو 25 سم من 20 ل 30، والاسفلت السمك بتاع طبقه الاسفلت 8 سم. طيب زي ما الدكتور مديلك في الاسامبشن، تمام، او الفيرست برنسبل في الجزء الاولاني في المحاضره اللي هو الجزء ده، تمام. فانا بالنسبه لي البلاطه اليونيفورم ده عباره عن تي اسفلت في الجاما اسفلت زائد الجاما كونكريت في التي سلاب. ف 0.08 في الكثافه بتاعت الاسفلت 2.2، او عايز تفترضها 2.12 2.15 مفيش مشكله، بس الدكتور بالنسبه للكونكريت بريدج واخدها 2.2 زائد التي سلاب في الجاما سلاب ال 0.25 في 2.5. فالحمل اليونيفورم 8 من 10، تمام، يبقى قيمه الحمل 800 كيلو جرام على المتر الطولي. انا دلوقتي الدبل اللي انا هشتغل بيها هنا مش حمل موزع على المتر، لا ده انا عايز اطلع، تمام، كونسنتريتد لود. فالحمل ده لازم اضربه في الابعاد بتاعه البلاطه. فابعاد البلاطه عندي اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، البلاطه عندي بالشكل ده طولها 3 متر وعرضها 6.5، يبقى انا عندي البلاطه البي بتاعتها ب 3 والال بتاعتها ب 6.5. يبقى اذا الحمل اللي طلعته 8 من 10 هضربه في 3 في 6.5 هيديني 15 طن. ده كده قيمه الدبليو. طيب عشان اطلع المومنت نتيجه الحمل اللي موجود هنا، تمام، محتاج دلوقتي اعرف الابعاد بتاعه البلاطه، ومحتاج اعرف اللود اللي جاي ده اللي هو 15 طن ده هيتوزع بنسب قد ايه، الفا بتاعته بكام وبيتا بتاعته بكام. طيب انا في السوليد ستيت كنت بحسب الفا وبيتا، لكن هنا في الطريقه دي انا ما بحسبش الفا وبيتا، انا بحسب كي. الكي ده هو الكوفيشنت اللي انا بطلع منه توزيعه المومنت او توزيعه اللود او اللود ديستريبيوشن عندي. طيب فانا بطلع قيمتين، بطلع حاجه اسمها الكي بطلع منها ام واحد، وبطلع واحد على كي يعني باخد المقلوب بتاعها وبطلع ام 2. طيب الكي بحسبه ازاي والواحد على كي بحسبه ازاي؟ الكي ده بحسبه عن طريق حاجه اسمها البي على ال، والواحد على كي بحسبه عن طريق ال على البي. طيب فانا باجي هنا دلوقتي بشوف الكي عندي عباره عن العرض على الطول، العرض 3 متر اللي هو عرض البلاطه على طول البلاطه 6.5 هيديني 0.46. المقلوب بتاعها 1 على 0.46 هيديني 2.16. طيب فانا عندي الكي ب 0.46، الواحد على كي ب 2.15، باخد القيمتين دول وبدخل التشارت. طيب عشان عشان ادخل التشارت ده انا عايز اعرف بس البلاطه اللي عندي 1 واي ولا 2 واي، ده بيتحدد عن طريق كوفيشنت معين اسمه اليو على البي والفي على البي. بشوف اليو على البي، اليو عندي عباره عن 3 متر، البي عندي 3 ف 3 على 3 ب 1، والفي على البي عباره عن 6.5 على ال 6.5 ب 1 برضه، تمام. فمعنى كده ان انا دلوقتي عندي الحمل اللي عندي، تمام، هيتوزع في اتجاه ال 1 واي واتجاه في الاتجاه الاكس وفي اتجاه الواي في الاتجاهين. ففي الحاله دي دلوقتي انا هشتغل على الجدول ده، فلازم عشان اشتغل على الجدول ده لازم تكون قيمه اليو على البي والفي على البي بكام؟ بواحد. طيب اليو ده الاتجاه القصير والفي ده الاتجاه الطويل. فانا بالنسبه لي دلوقتي حسبت الكي والواحد على الكي، تمام، هاخد الكي اللي هو 0.46، تمام، مثلا هشوف 46 عندي بالشكل ده كده، وهطلع في التشارت لغايه ما اهبط التشارت هنا، وابتدي همشي شمال واشوف القيمه بتاعت الام 1 بكام. فالام 1 هنا عندي طلع بكام؟ ب 0.045. فالقيمه دي هي قيمه الام 1، مش هضربها في 10 اس سالب 2 عشان هي كده مضروبه لوحدها، لكن الكيرف بتاع اللايف لود هو ده اللي انا هضربه. تمام. طيب ده بالنسبه للام 1. باجي بعد كده عشان اطلع الام 2، فانا بقول 1 على كي 2.16، فانا باجي عند ال 2.16، تمام، بالشكل ده هنا كده عند قيمه ال 2.16
16 كده تقريبا، وبشوف هنا القيمة بتاعت ال M 2 هتطلع معاك بالظبط لو انت شغال بالسكيل تمام. وتاخد تشارت يكون كويس. طلعت ال M 1 وطلعت ال M 2 بعوض في القانون اللي عندي ده بقيمة ال W 15.62 تمام، وال M 1 زائد ال M 2 باخد 15% منها زي ما قلت لك. الحمل دلوقتي جزء منه بيتحول في الاتجاه التو واي، فانا باخد 15% من ام 2، فالمعادله دي ثابته. اللي انت بتعمله بطلع الام 1 والام 2 وتعوض في المعادله دي وتطلع قيمه الام شورت، قيمه المومنت في الاتجاه القصير. اما المومنت في الاتجاه الطويل بيكون دلوقتي 15% من الام 1 زائد الام 2، يبقى انا عندي الام 2 ده قيمه المومنت اللي في الاتجاه القصير تمام، بضربه في اللود اللي عندي بس بجمع عليه 15% من الحمل من المومنت اللي ايه اللي جاي من الاتجاه القصير تمام، والعكس بالنسبه للاتجاه القصير بجمع عليه 15% من المومنت اللي جاي من الاتجاه الطويل. طب تمام، ده كده بالنسبه للايه المومنت في الاتجاه الشورت والمومنت في الاتجاه اللونج بالنسبه للديد لود. طيب بالنسبه لللايف لود تمام، انا دلوقتي عشان اشتغل محتاج ان انا دلوقتي اعمل اكتر من لود موديل. ان انا دلوقتي عندي في اتنين لود موديل. اللود موديل الاولاني ان انت تحط عجلتين بس على البلاطه اللي هي 3 في 6 ونص دي تمام، وتطل وتعمل حاجه اسمها لود موديل رقم 2 وتشوف الكاوتش عندك الابعاد 60 في 35 وتبتدي تحمل العجلتين في النص عشان تطلع اعلى مومنت. طيب دي لود موديل رقم 2. اما اللود موديل الكريتيكال اللي هي لود موديل رقم 1 دي انت بتحمل ام عربيه واحده اللي هي 60 طن وابعاد الكاوتش عندك 40 في 40 تمام، او تحمل عجلتين عربيتين قصدي تمام. وفي الحاله دي دلوقتي هتحط اربع عجلات، يبقى انت عندك لو هتحمل عجلتين عربيه واحده اللي هي 60 طن هتحط عجلتين بس، يبقى انت عندك ده اللود الموديل الاولاني الكيس الاولانيه. اما اللود موديل رقم واحد الكيس الثانيه ان انت هتيجي في الكريتيكال كيس تمام، او اللود موديل الاصعب شويه، ان انت في البلاطه اللي عندك هتحط عربيتين. العربيه الاولانيه اللي هي الدبليو اللي هي الحمل بتاع العربيه ال 60، العجل العربيه ال 60 ده قيمه الحمل عندك بكام؟ 15 طن لكل عجله. والدبليو واحد ده عباره عن مين؟ عباره عن 10 طن اللي هي العربيه ال 40، وقيمه العجله هنا وزنها 10 طن. طيب تمام. طيب فانا بالنسبه لي دلوقتي المساحه بتاعت البلاطه بالشكل ده كده، العرض 3 متر والطول 6.5. طيب محتاج ان انا دلوقتي اشتغل على اللود كيسز تمام، او اللود موديل رقم واحد تمام. هشتغل عربيتين جنب بعض، العربيه ال 60 والعربيه ال 40. محتاج ان انا اشتغل على الكريتيكال كيس اللي هي المسافه ما بين العجلتين المفروض الطبيعي تكون متر نص ونص، لكن انا هشتغل على الكريتيكال كيس اللي هي ربع وربع، تكون المسافه ما بينهم نص متر. فالمسافه ما بين التو ويلز العجلتين تمام، العجله ال 15 وال 10 يكون نص متر تمام. فانا في الحاله دي بحسب حاجه اسمها الاكس، فالعجله دي والعجله دي في سنتر لاين هنا قاسمهم، وهنا في سنتر لاين قاسمهم في الاتجاه الطولي. المسافة ما بين وش العجلة والسنتر لاين ده اسمها اكس، والوش العجلة والسنتر لاين ده اسمه اكس. فالمسافة الاكس دي تعتبر كام؟ المسافة الاكس دي تعتبر المسافة دي كلها نص متر. المفروض المسافة الاكس دي تعتبر كام؟ تعتبر 25 وهنا 25. طب تمام، قال لك دلوقتي انا عندي المسافة دي الحمل دايما بيتوزع بزاوية 45، فانا بطلع هنا نص التي اسفلت. التي اسفلت عندي عبارة عن 6 سم، فانا بشيل منه 3 سم هنا وبشيل منه 3 سم هنا، فانا يعتبر ال 25 لما اشيل منها 3 هتديني 22. فالمسافه الاكس دي اللي هي ما بين السنتر لاين ووش العجله تعتبر 22.22 متر، يعني 22 سم، والمسافه الاكس الثانيه 22. اما المسافه الواي نفس الفكره، المسافه الواي اللي عندي بالنسبه لي ده المسافه دي تعتبر متر 20. المسافة الواي لا دي هنا الدكتور مخليها متر، فالمسافة المتر دي هشيل منها برضو نفس الكلام، هتعتبر هنا نص متر ونص متر، هشيل منها 3 سم وهشيل منها 3 سم، دي هتعتبر 32 و32. يعني المفروض دلوقتي المسافة اللي عندك هنا دي هشيل منها التي اسفلت الناحية دي والتي اسفلت الناحية التانية،
فدي هتكون عندك دي كده الدكتور شال منها 12 و12. لا ده مش سنتر لاين. انت بالنسبه لك عندك الوش ده هيكون عباره عن 32، يعني المسافه دي كده 70 سم، عشان هتشيل منها دلوقتي عندك هنا ال 30 سم اللي هو المسافه من وش العجله، تمام، لغايه وش العجله الناحيه الثانيه. يبقى انت عندك المسافه كلها 35 و35، فالمسافه عندك 70. ال 70 دي هتشيل منها هتزود عليها 30، فانت عندك دي المسافه كلها متر من السنتر لاين بتاع الكاوتش للسنتر لاين بتاع الكاوتش. المفروض دي المسافه دي تكون متر 10. فالدكتور هنا حاسب حساباته على اساس ان المسافه دي 35 من 100، تمام، الكاوتش اللي هو اللون موديل الاولاني. طيب ما علينا، ان انت دلوقتي اللي هتعمله الاكس والواي دول ثابتين ما بيتغيروش، بتاخد قيمه الاكس ب 22 وتاخد قيمه الواي ب 32 من 100، تمام، وتبتدي تشتغل بيهم. طيب اشتغل بيهم ازاي؟ انا دلوقتي بالنسبه لي باخد اربع شرايح. الشريحه الاولانيه بتكون شريحه بالشكل ده كده حوالين الاربع عجلات، دي اول شريحه. الشريحه الثانيه بتكون دلوقتي هنا كده بتوين العجلتين، دي كده تاني شريحه. يبقى انا عندي اول كيس ان انا باخد دي كيس رقم واحد، دي كيس رقم اتنين. كل كيس من دول هطلع ليه مومنت، يبقى هطلع مومنت نتيجه الكيس رقم واحد، هطلع مومنت نتيجه الكيس رقم اتنين، هطلع مومنت نتيجه الكيس رقم ثلاثه. الكيس رقم ثلاثه هاجي هعمل حاجه بالشكل ده كده، هاخد شريحه في الاتجاه ده كده، اتجاه الطولي، ودي هتبقى كيس رقم ثلاثه، وهاخد كيس في الاتجاه القصير ده، ودي كيس رقم اربعه. تمام؟ هاخد شريحه بالشكل ده كده اهو، في الحته اللي متهشره دي. نفس الكلام بالنسبه للشريحه رقم ثلاثه، هاخد شريحه كده. والشريحه رقم واحد واثنين دول واضحين. تمام؟ طيب، فانا بالنسبه لي دلوقتي ان انا هحسب قيمة الكي وقيمة الواحد على الكي، وعلى اساسهم هبتدي هخش على الاربع كريتيكال كيس دول واحسب قيمة المومنت واحد والمومنت اتنين للاربع حالات دول. طيب انا دلوقتي اول حاجة، تمام، عشان ابتدي الاكس والواي دول معروفين، عشان ابتدي اعرف الدايمنشن بتاع المساحات اللي انا قلت عليها، مثلا على سبيل المثال الكيس الاولانية اللي هي دي، عايز اعرف الدايمنشن الطول كام والعرض كام بتاع البلاطه دي عشان احسب لها المومنت. عشان اعرف الطول والعرض، الطول مثلا بتاعها يعتبر اليو واحد زائد اكس زائد الاكس زائد اليو واحد، يعني يو واحد زائد الاكس في اتنين، تمام. فانا عشان اعرف اليو واحد بكام، اليو واحد عندي عباره عن العرض بتاع الكاوتش زائد، تمام، سمك الاسفلت الناحيه دي زائد سمك الاسفلت الناحيه دي. يعني ايه بالظبط؟ يعني انا دلوقتي بالشكل ده انا باخد الكاوتش بالنسبه لي بالشكل ده كده، الكاوتش ده عرضه 40 سم بالشكل ده، والكاوتش اللي عندي ده بيكون دايما الحمل بيتوزع بزاويه 45، فبيكون متحوط من الاربع اتجاهات باسفلت، تمام، متحوط بالاربع اتجاهات بباوندري كده بالشكل ده، والحمل لما يتوزع بيتوزع بزاويه 45. يبقى انا لو جيت دلوقتي خدت كروس سيكشن كده وادي العجله، الحمل دايما وادي الاسفلت اهو، الحمل دايما بيتوزع بالشكل ده كده بزاويه 45. فانا هيبقى الباوندر اللي انا هشتغل عليه بيكون اهو من اول هنا لغايه هنا. يبقى العرض ده اللي هو المسافه دي من هنا لغايه هنا اللي هي ال 40، تحت لما الحمل ينزل هيتوزع ويتفرش هيزيد، هتبقى المسافه دي بقى المسافه من هنا لغايه هنا. فالمسافه دي هتكون ال 40 سم، هزود عليها مين؟ التي فينش والتي فينش اللي هي 2 التي اسفلت. يبقى انا عندي المعادله دي ثابته، بتكون اليو واحد عباره عن 4 من 10 زائد 2 في التي اسفلت، هتبقى بالرقم ده. والفي واحد في الاتجاه العرضي بنفس الفكره برضو، ال 40 سم عشان العجله ابعادها 40 في 40، يبقى 40 في 2 في التي اسفلت هيديني القيمه دي. طيب طلعت اليو واحد والفي واحد، نفس الفكره هحسب الكي اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن ال على البي
تمام 6.5 على 3 هيدينا 2.16 تمام. فانا ما دام قيمه الكي اكبر من 2 هشتغل على الماكس لود كيس تمام اللي هي بالشكل ده. طيب انا عندي الاكس ثابته والواي ثابته اللي هي 22 و32، فانا هاخد القيمتين دول وهبتدي اشتغل الاربع حالات او الاربع لود كيسز اللي هو عباره عن الكيسز الاولانيه اللي هي البلاطه بالشكل ده، اللود كيسز الثانيه البلاطه الصغيره دي، اللود كيسز الثالثه الشريحه اللي بالشكل ده، اللود كيسز الرابعه الشريحه اللي في اتجاه العرض ده. طيب كل لود كيس من الثانيه الاختلاف بس في الدايمنشن بتاعها، ده الدايمنشن بتاعتها بالشكل ده كده. هاجي الناحيه الثانيه اللود كيسز الثانيه الدايمنشن بتاعتها تبقى اصغر. فانا الفكره في كل لود كيسز والثانيه ان انا بحسب الدايمنشن في اول حاجه، وعن طريق الدايمنشن دي باخدها ببتدي بحسب الـ U على الـ B والـ V على الـ B، واخد القيمتين دول واخش التو تشارت دول عن طريق الكي اللي موجود عندي تمام، وابتدي اطلع ام 1 وام 2. طب تعالى ناخد اول حاله ونبتدي نحسب القصه دي بالتفصيل. طيب الحاله الاولانيه دي الطول بتاع البلاطه عباره عن ايه؟ اليو 1 زائد الاكس في 2. طيب الحاله وده في الاتجاه القصير، في الاتجاه الطويل الفي 1 زائد الواي في 2. طيب فانا دلوقتي اليو 1 عباره عن 56% زائد الاكس تمام مضروبه في الاثنين طلعت ب 1.56، يبقى الطول هنا 1.56. نفس الكلام الناحيه الثانيه 1.76. طيب عرفت كده ابعاد الشريحه دي تمام. هاخد دلوقتي قيمه اليو هقسمها على العرض بتاع البلاطه الكبيره، انا عندي البلاطه بالشكل ده كده، البلاطه دي معلش لو احنا دلوقتي بس عشان ارسم لك الشكل المفصل. ممكن وضحتها لك بشكل احسن شويه تبقى عندي بالشكل ده كده. ده البلاطه اللي انا خدتها، البلاطه ده بعدها هنا 1.56، بعدها في الاتجاه الطولي 1.76 تمام. والبلاطة عندي بالشكل ده كده، البعد ده هو 3 متر والبعد ده هو 6.5 تمام. فانا دلوقتي هقول الطول الصغير على الطول الصغير، الطول بتاع الشريحة الصغير على الطول بتاع الشريحة الصغير، 1.56 على 3 متر هيديني 52%، 1.67 على 6.5 هيديني 0.27. طيب هخش انهي تشارت؟ انا في عندي 3 تشارت اللي الدكتور قالهم لك، في تشارت خاص بالام 1 والام 2، ده لما يكون الكي ب 2 هتلاقي التشارتين دول، ده خاص بالام 1 من فوق هتلاقي كاتب لك هنا قيمه اهو الام 1، وهنا كاتب لك قيمه ده التشارت ده بطلع منه الام 2. الاثنين دول زي بعض بالظبط، مع اختلاف ده بطلع منه الام 1 وده بطلع منه الام 2 تمام، لكن الاثنين الكي بتاعتهم بتكون بكام؟ ب 2. ده اول نوع. في تشارت ثاني الكي بتاعته ب 2.5 تمام، وفي تشارت ثالث الكي بتاعته بما لا نهايه. الكي بتاعته اللي بما لا نهايه لما تكون الكي بتاعتك ب 3 ب 4 ب 5 بشتغل على التشارت اللي هو الكي بتاعته بما لا نهايه. طب تمام، انا طلعت دلوقتي عندي اليو على البي والفي على البي، باخدهم وابتدي اخش بيهم. المنحنى الافقي ده قيمه اليو على الفي، باجي بشوف اليو على الفي طلعتها ب 52، بشوف هنا ال 52 اهي بطلع بيها خط راسي، بشوف الفي على ال طلعت ب 27%، باجي 27% هنا كده امشي خط افقي، الاثنين مع بعض تقاطعوا في النقطه دي. طيب بشوف النقطه دي دلوقتي تمام، النقطة دي منحصرة ما بين في كيرف كده وفي كيرف كده، النقطة دي جت هنا بالظبط. الكيرف ده تقريبا قيمته 10 والكيرف ده قيمته مثلا 20، فالنقطة دي جت قريبة من 10، فلو جيت عملت افريج هنا في النص فتقريبا النقطة دي جت عند بعد 3 مللي، يعني جت عند 13، فالقيمة دي قيمة الام 1 تعتبر 13، فأنا باخد القيمة اللي هنا دي وبضربها في 10 اس سالب 2،
القيمه اللي هي موجوده بتاعت مين، اللي هي القيمه دي اللي هي بتاعت المومنت، بضربها في 10 اس سالب 2. يبقى اي مومنت بطلعه في اللايف لود بضربه في 10 اس سالب 2. نفس الكلام هنا بالظبط، بشوف قيمه دلوقتي الفي على ال، وبشوف قيمه اليو على البي، وبطلع القيمه اللي هنا وبضربها في 10 اس سالب 2، طلعت ب 6.2. طيب طلعت الام 1 وطلعت الام 2، بعوض في المعادله دي قيمه الام 1 موديفيكيشن، تمام، او موديفايد بعد التعديل، عباره عن الام 1 مضروبه في الابعاد بتاعه الشريحه اللي انا خدتها، اللي هي يو 1 زائد الاكس في في 1 زائد الواي، اللي هي الايه الابعاد اللي انا طلعتها فوق، ابعاد التعديل. فالمعادله دي ثابته، انت اللي عليك بتطلع الام 1 والام 2 وتعوض في المعادله دي، تمام، بطلع قيمه الام 1 موديفيكيشن والام 2 موديفيكيشن. طلعت الاثنين دول، دول خاصين الام 1 موديفيكيشن والام 2 موديفيكيشن، خاصين باللود كيسز رقم مين؟ خاصين باللود كيس رقم مين؟ رقم 1. تعال نخش على اللود كيس رقم 2. اللود كيس رقم 2 اللي هي مين؟ اللي هي لما اخد شريحه صغيره، لما اخد شريحه صغيره، الشريحه دي ابعادها اكس وواي، الاكس ده ب 22، الواي ده ب 32، تمام. فانا الشريحه دي عندي هنا في سنتر لاين، والمسافه دي اكس والمسافه دي اكس، وهنا نفس الكلام المسافه دي واي والمسافه دي واي. الشريحه دي ابعادها 2 اكس و2 واي، فانا بالنسبه لي اليو بكذا، الفي ب 2 واي، طلعت القيمتين، تمام. بعد كده بخش عشان اخش للتشارت، عايز اعرف اليو على البي بكام والفي على ال بكام عشان اقدر اخش للتشارت. اليو على البي ب 0.44 على 3، 0.64 على 6.5، معايا القيمتين، بخش للتشارت بطلع ام 1 وام 2، ما انساش اضربهم في 10 اس سالب 2. بعد كده بعوض في المعادله بتاعت الام 1 موديفيكيشن والام 2 موديفايد، تمام. تعوضت في المعادله، طلعت دي قيمه الام 1 لللود كيسز رقم 2، ودي قيمه الام 2 لللود كيسز رقم 2. طيب بخش بعد كده لللود كيسز رقم 3. اللود كيسز رقم 3 هتكون شريحه بالشكل ده كده. الشريحه دي عباره عن اليو 1 زائد الاكس في 2، يبقى انا عندي في سنتر لاين هنا كده بالشكل ده كده، ودي العجله بتاعتي، تمام، وادي عندي عجله ثانيه هنا كده، تمام. فانا عايز اعرف دلوقتي الشريحه اللي هنا دي، الشريحه دي بتكون عباره عن ايه؟ باخد شريحه بالشكل ده كده بين العجلتين، دي الشريحه اللي هي رقم 3، تمام، وادي هنا العجلتين التانيين. فانا باخد الشريحه دي في الاتجاه الاكس، في الاتجاه القصير يعني، دي الشريحه رقم 3. طيب الشريحه دي الطول من اول هنا لغايه هنا، الطول ده عباره عن اليو 1 زائد الاكس في 2. بالنسبه للاتجاه الثاني ده، المسافه من هنا لغايه هنا بين العجلتين عباره عن الواي، والواي هنا دي عباره عن 2 الواي. عوضت طلعت اليو والفي، قسمت اليو على البي وقسمت الفي على البي، طلعت قيمتين، دخلت للتشارت، نفس التشارت هو هو، تمام. طلعت دلوقتي قيمه الام 1 والام 2، ما انساش ان انا اضربهم في 10 اس سالب 2، تمام. طلعت الام 1 والام 2، عوضت في الام 1 موديفيكيشن لللود كيسز رقم 3 والام 2 موديفيكيشن لللود كيسز رقم 3، طلعت قيمه الام 1 والام 2 موديفيكيشن. عوضت في اللود كيسز رقم 4 نفس الفكره بالظبط، طلعت الام 1 والام 2، تمام، لللود كيسز رقم 4، رقم 4، تمام. طيب كده دلوقتي انا عندي ام 1 موديفيكيشن وام 2 موديفيكيشن لاربع حالات تحميل، يبقى انا عندي اربع حالات تحميل، وكل حاله تحميل لها ام في الاتجاه القصير وام في الاتجاه الطويل، ام شورت وام لونج، ام 1 وام 2. طيب انا في الاخر دلوقتي عايز اطلع ام شورت وام لونج. طيب ام في الاتجاه القصير عشان اجيبها، تمام، محتاج دلوقتي ان انا اخد اللود الكريتيكال، تمام، ماكسيمم لود كيسز للاربع حالات. فعشان اطلع الكريتيكال ماكسيمم لود كيسز للاربع حالات، فانا بطلع دلوقتي الام 1 ديزاين والام 2 ديزاين، الام شورت والام لونج التصميميه مش المعدله. فانا دلوقتي بشوف قيمه الام 1 ديزاين عباره عن الام 1، تمام، موديفيكيشن للود كيسز رقم 1، الام 1 او الام شورت يعني للود كيسز رقم 2، الام 1 للود كيسز رقم 3،
الام 1 للود كيسز رقم 4. طب تعالى نبص عليهم اهو، اللود كيسز رقم 1 دي طلعت الام 1 بتاعتها ب 9%، اللود كيسز رقم 2 الام 1 ب 16 من 1000، رقم اللود كيسز رقم 3 الام 1. انا كله شغلي كله على الام 1، ما دام هعمل هحسب ام 1 ديزاين يبقى شغلي كله على ام 1 ب 36 من 1000، رقم 4 ب 36 من 1000. يبقى باجي هنا بقول دلوقتي الام 1 واللود كيسز رقم 1 و2 بجمعهم مع بعض بطرح منهم اللود كيسز رقم 3 و4، فانا دي 9% 16 من 1000، 36 من 1000، 36 من 1000. طلعت الام 1 ديزاين، الام 2 ديزاين نفس الكلام، باجي بغير هنا بقول انا هشتغل على الام 2 او الام لونج بس للاربع حالات، للحاله رقم 1، الحاله رقم 2، الحاله رقم 3، الحاله رقم 4. الحالتين الاولانيين بجمعهم مع بعض والحالتين التانيين بجمعهم مع بعض وبطرح الحالتين الاولانيين من الحالتين التانيين، تمام؟ بطلع قيمه ام 1 ديزاين وام 2 ديزاين. طيب طلعت الام 1 والام 2 ديزاين، باجي بعد كده بروح بحسب قيمه الام شورت والام لونج. طيب قيمه الام شورت والام لونج بحسبهم ازاي؟ عن طريق المعادلتين دول. المعادله الاولانيه، المعادلات دي هتكون معاك، المعادله الاولانيه عباره عن 2 تمام، الدبليو زائد الدبليو 1. الدبليو هنا يقصد ما يقصدش بيها اليونيفورم لود، يقصد بيها حمل العجله. الدبليو 1 دي عباره عن العجله ال 10 طن او العربيه ال 40 حمل العجله بتاعها 10 طن، والدبليو 1 ده عباره عن ال 15 طن، ده حمل العجله بتاعت اللوري 15 اللي هو اللوري 60 طن. يبقى 10 زائد 15 مضروبه في ام 1 ديزاين اللي انا لسه مطلعها تمام فوق، في زائد قصدي 15% من الام 2 ديزاين على اليو 1 في الفي 1 تمام. عوضت طلعت قيمه الام شورت 5.8 طن متر طن لكل متر طولي تمام. الام شورت للشريحه يعني، الام لونج عباره عن 2 دبليو زائد دبليو 1 مضروبه في ام 1 ديزاين بس 15% في المومنت تمام 2 ديزاين. طيب ركز في الحته دي، لما اجي احسب الام شورت تمام، يبقى انا دلوقتي هضرب ال 15% في الام ايه؟ في الام 2 اللي هي خاصه بايه؟ باللونج مومنت. اما لما اجي احسب الام لونج بضرب ال 15% في الام 1 اللي هي خاصه بالشورت مومنت تمام كده؟ طيب حسبت من الام لونج والام شورت حسبتهم تمام، طلعوا معايا ب 5.8 و3.8. طب تمام، طيب هل دول هو ده التوتال مومنت اللي انا هشتغل عليه؟ قال لك لا، انت دلوقتي هم دول بتاخدهم بس في اخر حاجه، بس ان انت بتيجي عن طريق قيمه الالفا والبيتا اللي هو التيبل بتاع جراشوف تمام، بتحسب قيمه الالفا والبيتا عن طريق دلوقتي ال 6.5 على الثلاثه تمام، بتشوف الطول عندك الطول الطول الطويل على الطول القصير بتاع البلاطه، ومن جراشوف بتحسب قيمه الالفا والبيتا، ومن الالفا والبيتا بتاخد الالفا تضربها في الام الام شورت بتاع الديد لود، وتاخد البيتا تضربها في ام لونج بتاع الديد لود تمام، اللي هو عباره عن اللي احنا طلعناه من شويه اهو. بالنسبه للديد لود بتاخد الالفا وبتضرب الالفا في القيمه دي وبتضرب البيتا في القيمه دي تمام. الالفا عندك لو طلعت مثلا بنص او ب 75% بتضربها في القيمه دي، والبيتا لو طلعت ب 1/10 بتضربها في القيمه دي تمام. ايا كان الالفا والبيتا بتشوفهم كام من الجدول او من التيبل اللي عندك، وتضرب القيمتين دول في المومنت الديد لود خاص بالشورت واللونج، وتجمعهم مع الام لونج والام شورت اللي انت حسبتهم. فانت بتشوف قيمه الام شورت عباره عن الام شورت اللي انت حسبتها زائد قيمه الالفا في الام شورت بتاعت الديد لود، طلعت معاك 6. ونفس الكلام بالنسبه للام لونج، طلعت معاك ب 3.9. طيب ده كده التوتال مومنت؟ لا مش ده التوتال مومنت. التوتال مومنت في الاخر باخد القيمتين دول تمام، واحسب منهم التوتال مومنت نتيجه دلوقتي الشورت دايركشن تمام عباره عن الديد لود زائد اللايف لود. يبقى نتيجه المومنت نتيجه الديد لود والمومنت نتيجه اللايف لود، بضربهم الاثنين مش في 1.5، لا بضربهم في 1.35 تمام. يبقى انا بقول 1.35 في الام ديد و1.35 في الام لايف.
طيب بزود عليهم بس 8 من 10 عشان البلاطه عندي بتكون عباره عن بلاطه كونتينوس بالشكل ده كده تمام، متشال على اكتر من اكس جيردر تمام واكتر من مين جيردر، فانا عندي بالنسبه لي المومنت عندي بيبقى بالشكل ده كده. فانا في الحاله دي دلوقتي بضرب المومنت اللي طلعته ده، لو ما ضربتوش في 8 من 10 هيكون مومنت نتيجه السيمبل تمام سبورتد، لكن انا بضربه في 8 من 10 عشان اخليه يونيفورم تمام، اخليه نتيجه ايه الكونتينوس تمام بيم. طيب او كونتينوس ايه ستريب. طيب فانا بضرب المومنت اللي انا طلعته نتيجه الشورت ونتيجه المومنت نتيجه الديد لود واللايف لود، بعد ما ضربتهم في 1.35 عشان اطلع الالتيميت كيس، بضربهم في 8 من 10 عشان اخليه دلوقتي كونتينوس تمام مومنت. طيب حسبت دلوقتي قيمه الام شورت عباره عن 8 من 10 في 1.35 في الام ديد والام لايف، والام لونج عباره عن 8 من 10 في 1.35 في الام ديد زائد الام لايف تمام. حسبت القيمتين دول تمام. ساعات بتكون المومنت بالنسبه للشورت دايركشن القيمه دي ممكن احسب لها قيمه كريتيكال تاني، ان انا باخد القيمه دي بتاعت الديد لود بضربها في 2 من 10، بقول 2 من 10 في 72 من 100 تمام، واضرب القيمه دي في 30% تمام جوه القوس، يعني بضربهم في 8 من 10 في 1.35 هتدينا قيمه اعلى من 7.35، ممكن تدينا مثلا 7.5، فدي حاله كريتيكال شويه بتزود لنا قيمه المومنت في الشورت دايركشن عشان ابقى مور سيف. دي اخر حاجه الدكتور قالها في الملاحظات بتاعته تمام. فانت دلوقتي كده تخلي بالك منها. فانا دلوقتي حسبت قيمه الام نتيجه الشورت دايركشن نتيجه الديد لود واللايف لود، وحسبت المومنت نتيجه اللونج دايركشن نتيجه الديد لود واللايف لود تمام. هاخد التو مومنت دول وهحسب قيمه التسليح. فقيمه التسليح دلوقتي عشان اشتغل، فانا بدخل من كتاب شكل البحيري والتشارت اللي قدامي ده اللي هو عباره عن الميو رو دبليو تمام، بشوف قيمه المومنت عندي بالنسبه للشورت دايركشن تمام، بشوف قيمه المومنت اللي انا مطلعها اللي هو عباره عن 7.35 تمام طن، عشان احول المومنت ده لكيلو نيوتن عشان شغلي كله نيوتن على الملي متر مربع تمام. بحول بضرب القيمه دي في 10 بتكون عندي 73.5 كيلو نيوتن لكل متر، والعمق اللي عندي بيكون كام؟ الدبس اللي عندي بتاع البلاطه، البلاطه بتكون سمكها 25، بشيل منها كفر دلوقتي 3 سنتي فبيكون عندي 22، فبضربه في 100 بضربه في 10 بحوله لملي متر ف 22 ملي. طيب قيمه الار اللي انا هطلعها عباره عن الام التيمت على البي في الدي بالملي متر بعوض بيها 73.5 في 10 اس 6 بحول الكيلو نيوتن لنيوتن، وبحول المتر لملي متر فانا بضربه في 10 اس 6 على البي اللي هي شريحه متر تمام ب 1000 ملي، الدي ب 220 تربيع هتبقى قيمه الار التيمت ب 1.5 ميجا باسكال اللي هي نيوتن على الملي متر مربع. طيب خدت قيمه الار التيمت تمام، ودخلت بيها عن طريق هنا 1.5، باجي عند ال 1.5 هنا كده وبمشي خط افق تمام. طيب هنا دلوقتي التشارت ده فيه اكتر من التشارت، التشارتات اللي فوق خاصه بالاف سي يو لما تكون ب 40، والتشارتات اللي تحت دي خاصه بالاف سي يو باكتر من قيمه. التشارت اللي فوق ده خاص بالاف يلد ب 360، ده خاص بالاف يلد ب 240، يبقى انا مش هشتغل بالجزء اللي تحت ده بالخطوط اللي تحت، انا هشتغل بالخطوط اللي فوق. طيب الخطوط اللي فوق فيه اكتر، فيه حوالي 5 خطوط، اشتغل بأنهي خط فيهم؟ كل خط فيهم مخصص لاف سي يو مختلفه. انا شغلي في المساله في الاول خالص كانت قيمه الاف سي يو بتاعتي ب 40، يبقى انا هشتغل بالخط الاولاني فوق خالص اللي هو الخط ده، اللي هو الخط الاولاني اللي انا حددته لك. تقاطع الخط الافق ده اللي هو قيمه الار التيميت مع الخط ده، بنزل كده تحت بجيب قيمه دلوقتي عندي هنا مين؟ بجيب قيمه الميو اللي موجوده في التشارت، باخد قيمه الميو اللي عندي اللي هي طلعت بنص، اللي هي دي اللي هي طلعت بنص تمام. باجي بحسب الاريا ستيل، الاريا ستيل في القانون بيقول لي دلوقتي عباره عن كام؟ عباره عن الميو اللي انا طلعتها اللي هي بنص مقسوما على 100 تمام في التشارت،
عشان بقسم اي قيمه هنا على 100 تمام. بعد كده بضرب ال 100 دي في البي اللي هي شريحه متر واحد بواحد ب 1000 يعني 1000 ملي. الدي عندي ب 220 هيطلع لي قيمه الاريا ستيل ب 1100 ملي متر مربع اللي هي ب 11 سنتيمتر مربع تمام. هخش الجدول هنا هلاقي دلوقتي كده قيمه التسليح اللي موجود 11 سنتي. فانا هلاقي دلوقتي 11 سنتي هخش عند الاسياخ بتاعتي ال 11 عباره عن 6 فاي اللي هو القيمه دي 6 فاي 16 التسليح هنا 12 فاكبر من ال 11 يبقى تمام. اهم حاجه لازم التسليح هنا يكون اكتر من 6 فاي 10 تمام. كل ما تزود مفيش مشكله. المهم العدد الاسياخ ما يزيدش عن المفروض 12 لكن الدكتور قال لك ما يزيدش عن 14 سيخ. طيب طلعت التسليح في الاتجاه القصير نفس الكلام هحسب التسليح في الاتجاه الطويل بس القيمه اللي انا هغيرها ده المومنت اللي عندي اكيد القيمه اللي انا هغيرها اللي هو عباره عن مين الدبس مش هشتغل على ال 220 ليه؟ عشان انا عندي البلاطه بالشكل ده كده هحط سيخ هنا كده السيخ ده بيكون الدبس بتاعه من اول هنا لغايه هنا هتكون كام؟ ال 25 كلها هشيل منها 3 سم الكفر هتبقى 22 سم. طيب هشيل من ال 22 سم دول برضو دلوقتي عباره عن كام؟ عباره عن 3 2 سم ونص تاني هتبقى عندي المسافه اللي باقيه 19 سم ونص. فال 19 سم ونص لما اضربهم في 10 هتبقى 195 ملي هعوض في القانون بتاع الالتيميت هتديني 1.15. هخش للتشارت هطلع قيمه الميو بعد كده طلعت قيمه الميو ب 4 من 10 هحسب الاريا ستيل طلعت ب 780 اللي هي 7.8 من 10. بخش الجدول بطلع قيمه الحديد اللي موجود 7 فاي 12 تمام كده. ده الحديد اللي موجود سفلي وعلوي في الاتجاه الطويل. يبقى في الاتجاه الطويل يبقى انا دلوقتي هاجي كده البلاطه عندي بالشكل ده كده البلاطه في الاتجاه الطويل هاجي احط فيها بالنسبه لو انا خدت شريحه كده اهو تمام. الشريحه اللي انا خدتها دي هاجي بالشكل ده كده هحط حديد في الاتجاه القصير هاجي هحط حديد في الاتجاه القصير بالشكل ده كده الحديد ده هيكون 6 فاي 16 تمام. والحديد اللي في الاتجاه الطويل هيكون ده عباره عن 7 فاي 12 ده الرئه السفليه. الرئه العلويه نفس الكلام هحط غطا في الاول كده تمام 7 فاي 12 وبعد كده حديد فرش في الرئه العلويه 6 فاي 16 تمام. هتبقى عباره عن بالشكل ده كده والحديد ده اللي هو 7 فاي 12 وفوق فرش وغطا وفوق الغطا ثم الفرش بالشكل ده كده يبقى 6 16 7 12 7 12 6 16 تمام. بعد كده تبتدي ترسم الحديد بتاعك هيبقى بالشكل ده كده تعمل دلوقتي الانديكيشن هنا دايره وفيها سمك البلاطه بالسنتي. حديد في الاتجاه السفلي بيبقى خطين 6 16 وحديد في الاتجاه الايه حديد شرطه واحده بس كده في الاتجاه الطويل بيكون كام؟ بيكون 7 فاي 12 تمام في الاتجاه الطويل. ده كده تصميم البلاطه. لو في اي حد عنده